هكذا تحول الحال في سدود اسطنبول التركية، تراجع في نسبة المياه في خزاناتها إلى ما دون 30%، ما يهدد بأزمة حقيقية. مسؤولون في دائرة المياه والصرف الصحي أرجعوا سبب النقص إلى التغير المناخي وقلة الأمطار وموجة حر غير مسبوقة شهدتها البلاد في الصيف، ما أدى إلى استهلاك أكبر بين السكان للمياه. Bugün itibariyle barajlarımızın toplam doluluk oranı %29.70'lerde, %30'a yakın bir rakam diyebiliriz. Bu aynı rakam geçtiğimiz yıl bugün %60'lara yakın bir değerdeydi. Geçen yıla göre yarı yarı bir rezervlerimizde azalma var. ورغم المستويات المقلقة التي سجلتها السدود، إلا أن مسؤولين طمأنوا بانفراج الأزمة مع اقتراب موسم الأمطار، ما لم يشهد العالم تقلبات مناخية حادة في الشتاء.